زي ما حضرتك قلت، احنا يمكن عندنا 3 مراحل بالنسبه لنا كصندوق. احنا يمكن عاملين اللي هي يعني مرحله قصيره المدى ومتوسطه وطويله. القصيره زي ما حضرتك قلت اللي هي القضاء على المناطق العشوائيه غير الامنه. المرحله الثانيه واللي احنا شغالين فيها حاليا واللي هي بتنتهي 2030، دي اللي هي المناطق العشوائيه غير المخططه والاسواق العشوائيه. برضو اوضح ان المناطق العشوائيه غير الامنه بتمثل 1% من العمران في مصر، اللي هي بيقطنها حوالي 1 مليون نسمة، اللي هم 357 منطقة فيهم حوالي 240 ألف وحدة سكنية. المناطق الغير دي اللي فيها تهديد مباشر على الحياة، هو انت عارف احنا لينا 4 تصنيفات، اللي هو من الدرجة الأولى للدرجة الرابعة، أخطرهم الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. الدرجة الرابعة اللي هي تقنين الحيازة يعني، ودي طبعا بتمثل خطورة على حياة الإنسان. عشان كده يمكن دي اللي هو التارجت اللي كان عندنا في البداية، ان هو يعني التكليف اللي كان جاي لنا ان احنا لازم ننتهي من القضية دي بسرعة. والمرحلة بقى الأخيرة اللي هي طويلة المدى، ان احنا بنقول وقف منابع العشوائيات، واعتقد دي بيشارك فيها مؤسسات الدولة كلها. يعني حضرتك يعني مثلا زي الاسكان الاجتماعي اللي بينشا، المصانع اللي بتنشا. انت عارف حضرتك مشكله العشوائيات اللي هو الهجره من الريف للحضر بحثا عن مصادر رزق. فانا لما بنشا يعني في مصانع كبيره جدا وكثيره يمكن انشات في الصعيد بالذات، وده يمكن هيحد كتير جدا من فكره الانتقال من العشوائيات، لانه في اهتمام كمان بشويه بالتنميه في الصعيد عن الاول. برضو خلينا نقول في ملف، ده ملف بيتداخل مع كل الملفات الاخرى، يعني امني، تعليمي، صحي.